تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، يعقد فيها المقر الرئيسي للأمانة العامة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة أبوظبي، مؤتمراً صحفياً يتم من خلاله الإعلان عن معرض عطايا الخيري. هذا المعرض الذي يساهم في دعم المشاريع الخيرية والمحلية. لمزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير. المصرف دائماً سباق في أمور الرعايات الهادفة، ومبادرات الهلال الأحمر الإماراتي يعني أغلبيتها ولا نقول النسبة الأكبر كلها محلية، وتبرز دور المؤسسات الخيرية والمؤسسات المساهمة في الرعايات. فمن هذا المنطلق احنا دائماً شريك استراتيجي مع الهلال الأحمر الإماراتي. الهلال الأحمر اللي عن طريق الـ ATM اللي يتبرع بالدرهم، هي أوبشن لكل زبون يستعمل ماكينتنا، ويكون فيها الاختيار إنه بالموافقة أو بالرفض، والمبلغ هذا يتحصل في خلال فترات معينة ويتم تحويله إلى الهلال الأحمر. يقام معرض عطايا هذا العام من تاريخ 11 مارس إلى 15 مارس. يدعم معرض عطايا هذا العام قرية دالي كامبا الموريتانية، والذي يعاني سكان القرية من العمى الوراثي. يتمثل دعم عطايا هذا العام للقرية بدعم البنية التحتية وبناء مساكن سكان القرية وبناء مستشفى ومسجد ومدرسة. يهدف المعرض هذا العام لتحسين حياة الأسر المتواجدة في هذه القرية ومنحهم فرص أفضل للحياة. هذا ما تم مناقشته في المؤتمر الصحفي عن معرض عطايا الخيري، معرض الإبداع والعطاء، الذي سينطلق في 11 ولغاية 15 من مارس المقبل، الذي يدعم به البنية التحتية لقرية دالي كامبا الموريتانية. من العاصمة أبوظبي لقناة الضفرة، فهد عبدالله.